امبارح جالي مكالمة من واحد صاحبي بالليل بيقول لي اعدي عليه في البيت عشان عايز يوريني حاجة هتعجبني قوي. طبعا الاول قلقت اعدي عليه في البيت ويوريني حاجة هتعجبني والجو ده، بس اللي اقدر اقوله لكم عن صاحبي ده واللي طمني ان هو غاوي عربيات جدا. طبعا كلكم ممكن تقولوا طب ايه المشكلة، ما احنا كلنا غاويين عربيات. كلنا غاويين عربيات، بس الفرق ما بيننا وما بينه ان هو بيركب عربيات، ركيب قوي يعني. كان معاه قبل كده شيفروليه كورفيت سي 6، وبعدها جاب كمان بي ام دبليو زد 4 ام. فانا متاكد طالما كلمني المكالمه دي يبقى هو اكيد جاب حاجه جديده. فتعالوا نروح بقى نشوف كده هو جاب ايه. ايه يا اخبارك؟ الحمد لله تعالى. ايه المكالمه اللي انت كلمتني دي فيها حاجه؟ ها اكيد يعني. انا عارفك، كل ما بجيب عربيه لازم اكلمك. لا ما تقوليش جبت عربيه. لا لا لا. طب انت عملت ايه في الزد 4 ام؟ خش. عملت ايه في الزد 4 ام؟ بعتها. طب بعتها امتى اصلا؟ انا فاكر انك شفتك بيها قريب. لا لا بعتها وجبت حاجه وغالبا مش هتتخيل ايه هتتصدم. انت مش حاجه جامده عشان انا بص انا في الحاجات دي بقى تيون تيون. انت اصلا مش سكتك خالص التيون. اول مره تعالى يعني يا عم مش عمر نلغي. تعالى اوريك. تعالى يعني اصلا فكره ان انا كنت اجيب عربيه تيوند ها ما كانتش اصلا عاجباني. ها انا عارف انت مالكش في موضوع التيوننج ده، بس بقول لك ايه، بعد بقى ما جبتها الموضوع مختلف تماما. انت ايه جبت سكاي لاين ولا ايه؟ لا سكاي لاين. دي انا معلش انا اصلا ما توقعتش ان هي ماستنج خالص. انت عملت لي تيون افتكرت حاجه ياباني بقى ولا مثلا سكاي لاين ولا كده. دي شلبي ولا جي تي ولا كده؟ دي كانت جي تي. جي تي ووديناها شركه تعديل بقى وعملنا فيها الكلام اللي انت شايفه. انت انا عايز اقول لك انت دي متغيره خالص. ده انا مش عارف افرق ان هي شلبي ولا جي تي اساسا، فاهم؟ انت الحاجات دي خدت منك وقت قد ايه ولا ايه؟ انت عملت ايه بالظبط؟ فهمني يعني. هي كانت جي تي، ابدا معايا القصه من الاول. مفيش، اشتريت العربيه. ها؟ واحد صاحبي عرفني بقى على شركه تعديل. ها؟ رحنا لها و كل بقى في قطر؟ كل حاجه فيها في قطر. طب ودي شكل بس ولا الموتور فيه حاجه؟ يبقى اكيد انا هركب حاجه كده بس. وانا عمال تقول لي التيون بس، انا بس بسالك سؤال كده بستهبل. افتح افتح. ده ايه ده وايه ده؟ ايه ده؟ عشان الكبوت ما يطيرش. هو ايه اللي هيطير الكبوت اصلا؟ عشان الكبوت خفيف. عشان كربون فايبر في ده سوبر تشارجر. ها؟ ايه يا ابني الفلتر ده اصلا؟ ايه ده كل ده؟ هو انت عايز تعرف العربيه على الداينو وصلت فين؟ كام هورس باور؟ انا عارف ان هي 300 اصلا الجي تي. ايه رايك في ايه؟ في اللي مكتوب ورا. جي تي لا اكيد بتهرج طبعا. استحاله. تتكلم جد؟ الداينو 650 وتو ذا ويل 550. 650 هورس باور الانجن وتو ذا ويل 500 وكام؟ 550 540 كده. اوف دي طلقه. ها؟ ده التيوننج ده مش اللي هو جو بقى مركب فلتر وشكمان بقى في دمشق وكده. انا قلت لا ايه ده. لا بس ده قاعد شهر ونص يا ابني بعمل في العربيه دي. بقول لك انا لاحظت حاجه دلوقتي حالا. انت ما غيرتش حاجه في الفرامل؟ ها؟ لا الفرامل ما اتغيرتش. طب ليه طيب؟ انا ناوي اغير طبعا الفرامل دي. وش لازم لازم فرامل دي لازم فرامل. ها؟ بس هي بتقف اكيد يعني. اصل انا هنا مش همشي يعني بسرعه قوي يعني، واكيد انت عارف شوارع مصر ما تستحملش.
طبعا دول كلهم مش حاجات منظر اكيد. ده الايديال. ها ده بتاع حرق البنزين. ها عندك اللي في النص ده ده بتاع حراره السوبر تشارجر. اللي جنبه ده البوست. شايف دول؟ ايه دول بقى؟ عشان وانت بتعمل شيفتنج بتبقى عايز تظبطه على ار بي ام معين. ده اللي هو ده. اللي هو الاصفر. شايف الزرار ده؟ الزرار ده برضو عشان احنا ممكن نجري مثلا كذا جاريه اكيد طبعا ده بيسخن، فانت بتدوس على الزرار ده عشان يرش ايثانول على السوبر شارجر يبرده بسرعه عشان تعرف تجري في اطول. لا ده هم فكروا في كل حاجه يعني. طبعا التريم كله انا اكتر حاجه بقول كنت لسه عايز اقول لك الموضوع ده اكتر حاجه. اول ما قعدت في العربيه بمنظر الكربون فايبر بالعداد لا تحس ان انت الموضوع سيريس يعني مش مجرد حاجه فاهم، لا بتعمل بروجكت تاني يعني عربيه تانيه خالص. لا جامده جدا. طب انا ايه، انا عايز ادور دور ولو عايز تطلع بيها يلا. استنى بس ما تستعجلنيش. ايه يا ابني ده؟ انت اساسات الفيلا دي هي جامده ولا الفيلا هتقع على دماغنا؟ احنا هنطلع قبل ما تقع. ايه الصوت ده؟ لا استنى تعالى دوسني كده بنزين. يا ابني ده انا اتبليت يا ابني خالص، الله يخرب بيتك. طب انا ايه، انا هطلع اجرب بقى. خش يا عم انت، ايه اللي قالك؟ بس ما عندكش مش عايز تفصل التراكشن على طول يعني، عايزك تاخد شويه على العربيه. ايه تراكشن؟ ايه عايزك تاخد على العربيه؟ ما اكيد يعني، وانت شايفني هطلع اعمل بيها اخش بيها يعني مسابقه الدريفت. بس انت مش فاهم يا عم، انت صوت الجي تي صوت طبعا جي تي، وصوت حاجات اقوى من جي تي. طب خلاص يلا، بس يعني انت حر، انا ماليش دعوه. لا بس صدق عيب، انا واثق فيك يا والله العظيم عيب. لا يلا. طب تقول لي يا عم ده روح انت، ايه انت عايزها النهارده؟ يلا بقى بهر. طيب انا يعني ممكن ما ارجعش لو عجبتني. انا بقول ايه ده، اقفل لي والنبي وحياة ابوك الباب ده يا طارق. اقفل التراكشن. طب وحياة امي اقفل التراكشن؟ انا اخاف، مش فاهم يعني. ما عندوش فكره ان انا اساسا ركيب قديم، مش هو لوحده بقى اللي بيركب ويقول لك ايه اقفل التراكشن ممكن تروح منك وبتاع. مش الدرجات دي يعني، ناس برضو غريبه تقعد تعظم في حاجتها يقول لك تروح. ايوه ماشي يا عم، عربيه قويه بس مش الدرجه بقى امشي جنب الحيطه يعني عادي. ما انا طالع اجربها، ما انا طالع اعمل ايه؟ يقول لك بقى ايه، دوس بقى عشان ما تروحش. كلام حلو. حلو. يختي ايه ده؟ لا انا هخلي التراكشن بقى دلوقتي لغايه ما نتعود على العربيه الاول. فكره تعديل العربيات الماستنج دي فكره من زمان ومشهوره قوي بره، لان اساسا الماستنج الموديلين ستاندرد اللي بينزلوا فيها هو الـ V6 والجي تي. الـ V6 ده طبعا موديل فاشل
لان اساسا فكره الماسل كار او فكره الماستنج ان انت عربيه ماسل كار وفي 8 موتوره 8 سلندر وفيها بقى تورك عزم بقى رهيب تحت رجليك، فدي الفكره اساسا من العربيه. فلما تيجي تجيب عربيه ماستنج في 6 فكره يعني اكنك كده ايه عايز تجيب اللابتوب بتاعك وتعدله ان هو يشتغل على حجاره قلم مثلا، حاجه ما لهاش اي علاقه بالفكره اساسا. فدايما تلاقي ان الناس اللي تركب عربيه ماستنج في 6 عاده بيبقوا ستات او بنات او رجاله يعني ما لهمش قوي في الماسل كارز وبتاع، يحبوا بس يبوزوا مش مشكله العربيه عامله ازاي يعني. الماستنج الجي تي بقى الفي 8 عربيه ظريفه ولذيذه، انا سوقتها قبل كده وكويسه، مش عربيه مش وحشه يعني بالنسبه اللي بيحبوا الماسل كارز. بس برضو في ناس معينه ممكن بيحصلهاش ساتسفاكشن كفايه او ارضاء كفايه من البرفورمنس بتاع العربيه الجي تي الفي 8. فلما بتوصل للمرحله دي انت معاك ماستنج او الماستنج جي تي في 8 مش عامله لك ساتسفاكشن في البرفورمنس بتاعها، بيبقى قدامك حل من الاثنين، يا تشتري شلبي جي تي 500 اللي هي فورد بتنزلها ستاندرد بسوبر تشارجر وعربيه بقى اقوى 550 وحسب الموديل طبعا، يا اما تجيب ماستنج جي تي وتعدلها تعملها تيوننج، وده بالظبط بطريقه عامه. طبعا العربيه البرفورمانس مفيش كلام عليه، يعني بتحس بالقوه في اي وقت تجري بالعربيه، بس برضو عربيه ناشفه جدا مش زي العربيات الستوك خالص. يعني فور اكزامبل بغض النظر عن العفشه، الفتيس مثلا فورد ريسنج الشورت شيفتر اللي طالب مركبه ده تقيل جدا، تحس ان انت اكنك بتحاول تحرك يافطه متثبته في الاسفلت. الدبرياج نفس الكلام، اكنك بتدوس على صخره، تقيل قوي قوي قوي. وحتى الرود نويز كمان، الرود نويز طول ما انت ماشي حاسس، يعني حاسس ان انت سامع شويه العربيات اللي جنبك، في صوت الديفرنشال برده صوته نوعا ما عالي، بس كل الشكاوي اللي الواحد بيشتكي منها دي بينساها تماما اول ما بيعمل كده. في شك ان الهاندلنج بتاع الماستنج دي مقارنه بالماستنج جي تي العاديه افضل شويه، يعني اكيد السسبنشن الجديد والجنوط ال 20 انش دي برده مديها ستابيليتي احسن على الطريق، لكن هي برده فيها نفس المشكله بتاعه الماستنج ستاندرد وهي الريف سسبنشن الرخيص الفورد بيستخدموه على طول في الماستنج عشان يوفروا الكوست بتاعه العربيه، واللي هو اسمه اللايف رير اكسل. ولو هشرح لكم كده اللي انا فاهمه من اللايف رير اكسل، انا مش مهندس يعني، بس اللي انا فاهمه منه ان العجلتين اللي ورا بيبقوا واصلين مع بعض بعمود واحد، فالحاجه اللي العجله اليمين بتعملها هي بالظبط الحاجه اللي العجله الشمال بتعملها، مش منفصلين عن بعض، فده بيخلي العربيه على الان ايفن سيرفيسز والحتت الطرق اللي فيها مطبات اللي هي ماليه مصر وماليه شوارعنا كلها الحقيقه، بتخلي العربيه الهاندلنج بتاعها على الطرق زي دي مش very nervous ومش stable قوي، يعني بتحس ان العربيه ايه بتبقى عايزه عجله، يعني لما في عجله تترفع من الارض الثانيه بتبقى عايز تعمل زيها، فبتخلي العربيه unsettled. بس الاحساس ده قل شويه في العربيه دي، ودي حاجه كويسه جدا. الحقيقه طارق برضو لما قال لي ان انا ما افصلش التراكشن كان عنده نقطه، يعني كان ليه حق الصراحه، بس انا مش قادر يعني. برضو العربية من غير تراكشن اكيد ممتعة اكتر بكتير جدا من بالتراكشن كنترول وهو مفتوح، ما اي بتدوس في اي حتة في اي وقت في اي وقت تلاقي العربية عايزة تروح منك وتلعب. بص يعني فظيعة. بص انا هديكوا فكرة،
ممكن اقعد اعمل كده بقى ايه لغايه ما ارجع له. بس المشكله ان انا يعني الكاوتش اللي وراني مش يعني هيخلص، ولما الكاوتش اللي وراني هيخلص اكيد مش هرجعها له بالمنظر ده، هيشتمني. فاعتقد ان ايه، خلينا نحترم نفسنا احسن، ولا ندوس بيها اكتر. لا ندوس بيها اكتر. ما ينفعش عبادي تساق غير كده. هي مصر الكار انا هجيبها عشان اعمل بيها ايه غير ان انا اقعد اعمل اللي انا بعمله ده؟ ترك عايز يخرم الاسفلت، هيحفر فيه. بس ان احنا جينا عند المطب ده عشان اوريكم حاجه لذيذه قوي. انا دلوقتي على اولاني مش حجري، لما بدوس كده لما بنمشي عادي اللي هو ايه السلانسيه زي ما بيسموه. بص انا كده ماشي هنقل بقى، يعني بص انا كده ما دوستش جامد، انا وصلت 3 ار بي ام ونقلت، انا ماشيين على 60. يعني انا الاولاني ماشي البطيئه دي اللي هو بس اللي هو اول كده 60، تاني امشي كده عادي خالص برده بدل عند 3.5 90، هنقل تاني 3.5 120. انا والله ما بدوس، يعني انا ما دوستش اساسا، انا كل ده ما دوستش. كده بقى لما ايه اروح نازل تاني كده، طبعا ده هو ده اللي هي دي الغباوه بقى، دي غباوه المصنع. بجد انا عايز اقول ان كل الناس اللي بتحب الفورد ماستانج وبتحب الماسل كارز ان جنرال، لو كانوا جربوا العربيه دي بجد كانوا هينبسطوا قوي منها. عربيه فعلا يعني مختلفه خالص. انا كان نفسي 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 ان انا اقدر اعدي على واحد بيحب الماسل كارز واخده لفه في العربيه دي. ففعلا هتعجب اي حد بيحب الماسل كارز، واللي ما بيحبش الماسل كارز برده اللي هو من ضمنهم انا برده مش not a big fan من الماسل كارز يعني. بس اللي ما بيحبش الماسل كارز ما يتخدعش بالمناظر. انا برضو طول عمري ماليش في الماسل كارز وماليش في انا وستيل، بس لازم تجربها، يعني لازم تجرب عربيه من السيجمنت ده من الكاتيجوري ده، مش هتحس بال هو يعني هو الفكره في الماسل كارز ان هي عربيات اساسا فلود، عربيات فيها عيوب، عربيات مش كامله، عربيات مش ام 3s مش كده يعني. بس هي جزء من الأبيل أو جزء من الكاركتر بتاع العربيات الماسل كارز هي العيوب دي. فما تاخدوش دايما الهيدلاينز بتاعت المجلات وإيه والرابش وبتاع، لأن هي رابش بس ده جزء من الأبيل بتاعها. عمر ما حد هيحس الأبيل ده غير لما يجرب عربية ماسل كارز. فالعربية ملفتة جدا الصراحة في ال مطب عادي. ده طول الفيديو احنا ما بنعملش غير كده اساسا، احنا عاملين بنلبس في مطبات ونحكي لكم على العربيه. لكن جري بقى واللي انتوا هتشوفوه ده حصل مثلا مده دقيقه مثلا من كل التصوير اللي احنا عملناه.